مقابل تعالى بقى نتكلم عن الناس اللي لازم تاخد حقها. رقم واحد محمد الشناوي، حارس عالمي. هل في مبالغة في الكلام؟ لا مفيش مبالغة. كل واحد من مختلف انتماءاته مقر بأن الشناوي حارس عالمي. لولا الشناوي النهاردة احنا نشيل 5 مستريح. لو الشناوي النهاردة كمان مش في حالته مثلا تشيل 3، الطبيعي ان يخش فيك اكتر. واستعجبت جدا لما لقيت بعض الاعلاميين يقول لك طب هو خد الشناوي ليه؟ ما كان يدي فرصه لفلان. طب ما كان يدي فرصه، كان زمانك خلصت على فلان ولا علان اللي هيلعب مكان الشناوي. لكن احنا عندنا بطل كمصر، مصر عندها بطل في حراسه المرمى اسمه محمد الشناوي، حارس كما يقول الكتاب وقائد داخل الملعب كما يقول الكتاب. وحراسه المرمى المصريه كانت مفتقده لشخصية زي الشناوي وإمكانياته على مدار عدد من السنوات. بعد الحضري ما كانش في حد، جه الشناوي الحمد لله. في بعض الحراس المميزين في الدوري المصري بصراحة، لكن الشناوي فارق عنهم بكتير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهو الحاجة الوحيدة اللي مفرحانا في الأولمبياد معاه، حط معاه كده أكرم توفيق. أكرم عمل بطولة ممتازة جدا جدا، الراجل شايل نص الملعب لوحده، ما حدش بيساعده، هو شايل نص الملعب لوحده في ال4 ماتشات. النهارده ممكن شوية عمار إيه ساهم معاه كده، لكن أكرم توفيق حاجة جميلة جدا جدا، ولاعب بمستوى وقدرات وفنيات عالية للغاية وأخلاقيات كمان قبل كل شيء مميزة جدا. فهم دول النقطتين المضيئتين في أولمبياد طوكيو بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأولمبي. الأمل دلوقتي، كل الأمل في منتخب كرة اليد اللي بيشرفنا واللي كسب السويد امبارح، ان شاء الله في ربع النهائي يتألق وباذن الله يوصلوا لحته بعيده كمان. وليه لا ما يجيبولناش ميداليه اولمبيه؟ بناء عليه بعد ما خرج المنتخب النهارده من اولمبياد طوكيو، فاتحاد الكره كان محدد ومجهز الجدول الجديد لبطوله الدوري او لما تبقى من مباريات في بطوله الدوري لكل الفرق. اللي يهمني في الجدول ده مباريات النادي الاهلي، وامتى الاهلي هيبتدي مبارياته او هيستأنف مبارياته. بعد ما اعلن اتحاد الكره النهارده بشكل نهائي، فالاهلي هيلعب يوم الاربع اللي جاي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، مباراته امام وادي دجله، وهي مباراه وادي دجله هتكون على استاد الاهلي والسلام الساعه 9 بالليل. وبعد كده هتلعب يوم السبت يوم 7/8 مع سيراميكا كليوباترا على استاد الاهلي والسلام، وهي مباراه النادي الاهلي هيكون ايضا في تمام الساعه 9 مساء. يوم الاربعاء هتلاعب الاسماعيلي في اسكندريه، مباراه صعبه جدا جدا امام الاسماعيلي، هتكون الساعه 9 بالليل اللي هو يوم الاربعاء 11/8. بعد كده تلعب يوم السبت، خلاص الماتشات كلها مضغوطه عشان تحاول تلحق تخلص الدوري بقى. يوم السبت هتلاعب انبي اللي هو يوم 14/8 على استاد الاهلي والسلام الساعه 9 بالليل ايضا، كل الماتشات الساعه 9 بالليل بالتحديد الماتشين اللي جايين دول. يوم الثلاث 17/8 هتلاعب طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس الساعه 9 بالليل، والجمعه 20/8 هتلاعب المصري على استاد اسكندريه الساعه 9 بالليل. يتبقى ماتشين لم يتحدى ميعادهم بالشكل النهائي او حتى توقيته. الجونه مع الاهلي هناك في الجونه على استاد خالد بشاره، ده هيكون احد ايام 23 او 24/8. والاهلي مع اسوان اخر مباراه الاهلي في الدوري يوم 26 او 27/8 على استاد الاهلي والسلام. واعتقد ان لازم الدوري يخلص في هذا التوقيت عشان عندك معسكر المنتخب الوطني الاول اللي هيستعد لتصفيات كاس العالم باول مباراه امام انجولا، والمعسكر هيبتدي يوم 28 اغسطس. فاكيد اكيد يوم 26 او 27/8 ان لم يتم اقحام بعض المباريات في كاس مصر، فبالتالي يتم تاجيل مباريات الدوري. لو ما حصلش كده يبقى الدوري هيخلص يوم 27/8 بالكثير. دي اهم وابرز الامور تتعلق كمان سواء بمنتخبنا الوطني الاولمبي او حتى جدول الدوري الجديد. هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل، يلا بينا.